صباح الخير. متابعة لكل جديد. أخبار العالم لا تنضم. كن معنا في صباح الخير والمنوعات. في منوعاتنا مهمة انتحارية لإنقاذ تمساح. معاناة تمساح استمرت لفترة طويلة مع إطار عالق حول عنقه، رصدت السلطات في إندونيسيا مكافأة مالية لأي شخص يستطيع تخليص الحيوان الضخم من أزمته وإزاحة الإطار الذي قد يتسبب في وفاته. وعاش التمساح الذي يبلغ طوله 13 قدما حوالي 4 أمتار لنحو 3 سنوات، بينما إطار دراجة نارية ملتفا حول عنقه، مما دفع المسؤولين أخيرا إلى طلب المساعدة علنا. ولم يوضح المسؤولون المبلغ الذي عرض لمن يستطيع إتمام المهمة، واكتفوا بالقول سيتم منح مكافأة لأي شخص يمكنه تحرير هذا الزاحف التعيس. واضطر المسؤولون إلى إعلان الأمر على الملأ بسبب عدم وجود أشخاص مدربين على التعامل مع التماسيح في مكتب المحافظة على الموارد الطبيعية في وسط مدينة سلاويزي. هذا صيني يفاجئ مركز للشرطة ببادرة نبيلة. قام رجل في مقاطعة أنهوي بجنوب شرق الصين مبادرة فريدة من نوعها، لاقت استحسانا كبيرا على المواقع الاجتماعية، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست. وجاءت مبادرة ذلك الرجل في خضم تداعيات فيروس كورونا الذي ظهر في الصين وانتشر بعدها في عدد من بلدان العالم. دخل الرجل مركزا للشرطة ووضع على مكتب الاستقبال عددا من العلب الصغيرة، تبين لاحقا أنها تحتوي على أقنعة الوجه الطبية لمساعدة الناس على تجنب العدوى. لم ينتظر الرجل دقيقة واحدة حيث اكتفى بوضع العلب على المكتب والمغادرة راكضا، الأمر الذي جعل عناصر الأمن يلاحقونه. اكتفى صاحب هذه المبادرة بالتلويح لرجال الأمن الذين قدموا له بدورهم تحية عسكرية عرفانا له. وأوضح صورة للشمس.